هلا، شلونكم؟ صبحكم الله بالخير ويفتح علينا وعليكم أبواب الرزق والصحة وراحة البال. قولوا آمين. وصفتنا لليوم وصفة يعني قديمة جدا، هذه من زمن جداتنا أو بيبياتنا. هذه الوصفة البوراق العراقي على الطريقة القديمة اللي كانت بيبيتي دائما من تسوي نروح عندها، ومن تسوينا من هذا البورك كنا كلش نفرح وتقدم لنا اياه ويا البيبسي، فكانت هذه يعني اكبر سعادة عندنا. وهاليوم تذكرت قلت خلي اسوي لكم اياها. هو البورك العراقي القديم مثل ما شفتوا، خليت بصلة واحدة بعد ما ثرمتها وياها لحم قيمة تقريبا 200 غرام من اللحم. أقلي البصل واللحم على النار إلى أن ما يستوي اللحم وينشف كل السائل من عنده. وبعد ما استوى اللحم ونشف كل السائل من عنده، ضفت له القليل من الملح والقليل من الفلفل الأسود وأخلطهم وأطفي النار وأرفع هذا اللحم من النار، وبعدها أضيف له المعدنوس. بعد ما استوت حشوة اللحم والبصل رفعته من النار وضفت له المعدنوس وأخلطه ويا المعدنوس وأتركه على جهة إلى أن ما يبرد. العجينة كل سهلة، أحتاج لها كوبين من الطحين وكوب غير مملوء من النشا وبيضة واحدة، قليل من الملح وكوبين من المي وكوب واحد من الحليب، وأخفقهم. إذا تريدون تخفقوها يعني بخفاقة الكيك أو بالعصارة، هذا الشيء يرجع لكم اللي موجود عندكم. بعد ما انتهيت من تحضير العجينة، العجينة كلش يعني سائلة وحلوة طلعت، أمسح المقلاة بقليل من الزيت وأخلي من هذه العجينة بالمقلاة. وإذا صارت العجينة كثير بالمقلاة حتى لا تصير ثخينة عندكم البورق، تقدرون مثل ما تشوفون فرغت من العجينة، رجعت من العجينة حتى تصير عندي طبقة خفيفة، وراح انتظر عليها إلى أن مشوية يعني تستوي من القعر، وأقلبها على الوجه الثاني. ليش أقلبها على الوجه الثاني؟ لانه انا ما راح الحق اسوي البورق كله يعني دا اشوي واحشي نفس الوقت، فشويه صعبه تصير علي، حتى اخليهم وحده فوق الثانيه واغطيهم واتركهم على جهه ولا ينشفون ولا يلتصقون شيء على شيء. واستمر بتحضير البورق كله بنفس الطريقه الى ان ما انتهي منهم كلهم وارجع لكم. هذه عجاين البورق بعد ما انتهيت منها كلها، خفيفة وشي يعني ممتازة، راح ابدي احشيها. شوفوا لا التصقت ولا، شوفوها شلونها خفيفة وكلش حلوة العجينة. بعدها اخذ العجاين واخليها اخلي عليها الحشوة او القيمة والفها، وأجهزهم كلهم ألفهم وأجهزهم، وبعدها راح أقليهم. سخنت القليل من الزيت بالمقلاة على النار وراح أبدي أقلي هذا البورق. طبعا طلع حجمه كبير يعني مثل السندويشة طلعت الوحدة، لأنه المقلاة كان حجمها كبير. إذا عندكم مقلاة حجمها أصغر تقدرون تسووها بغير مقلاة حتى تطلع أصغر. وأستمر أقلي بيهم كلهم وأجهز وأقليهم إلى أن ما أنتهي منهم. أقلبهم حتى تتحمر، يتحمر هذا البورق من كل الجهات أو يشقر لونه.
هذا الشكل شيء يعني كلش طيبة. هاي الوصفة أنصحكم بيها، لازم تجربوها من كثر ما طيبة. فهي هذه كانت وصفتنا لهذا اليوم، أتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها. وألف عافية مقدما، وأترككم بأمان الله إلى أن نلتقي في فيديو آخر. شكرا جزيلا للمشاهدة.